ونروح لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، لأن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي عملت مؤتمر صحفي النهاردة عرضت فيه حجم الأعمال اللي قامت بها الوزارة وكمان الإحصائيات الخاصة بالاستثمار في مصر وسبل دعمه في الفترة اللي جاية، وبالأخص الشغل اللي تم كمان في السنة المالية 2017-2018. اسمحوا لنا نتابع تفاصيل أكتر في التقرير اللي جاي. في مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي دكتور سحر نصر وبحضور عدد كبير من رجال الاستثمار في مصر، تم عرض إحصائيات الاستثمار في السنة المالية 2017-2018، حيث زاد عدد الشركات بنسبة تقارب 27% عن العام الماضي. احنا هنا نتكلم نشجع القطاع الخاص على ان هو يكون له دور في المسؤوليه المجتمعيه، فبالفعل النهارده سمعنا من معظم هذه الشركات الدور اللي بيقوموا بيه، سواء تنميه مهارات الشباب والتدريب، سواء البعد البيئي وتغير المناخ، ازاي ان هم بيقوموا بدور مهم في هذا المجال. احنا كنا محتاجين نصدر حزمه تشريعات اقتصاديه في التعديلات الاقتصاديه، كان بدايه من قانون الاستثمار، تعديلات في قانون الشركات، تعديلات في قانون سوق المال، قانون الافلاس، كل هذه مجموعه القوانين ادت للي انت حضرتك شفته النهارده، ان كل مجموعه من الشركات الكبيره المالتي ناشونال كلها عايزة تخش تشتغل في السوق المصري، بتتكلم على توسعات، بتتكلم على استثمارات، ده مؤشر كويس جدا. وخلال المؤتمر تم عرض ملخص لعدد من الشركات لمجمل الإنجازات والتوسعات التي حققتها خلال العام الماضي، مشيدين بتحسين مناخ الاستثمار بمصر وضرورة جذب مزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية معا. مؤتمر بتاع النهاردة بيبين قد إيه مصر دلوقتي آمنة اقتصاديا وأمنيا، والحقيقة أن نتيجة الظروف المناخ اللي موجود حاليا والتشريعات اللي قامت بها وزارة الاستثمار، سواء قانون الاستثمار الجديد أو إعادة الهيكلة أو مركز خدمة المستثمرين، خلى المستثمرين اللي من ضمنهم شنايدر تبقى جاده ان هي تزود راس مال الشركه الفتره الجايه. المشروعات الصغيره المتوسطه دي مشروعات بيقوم عليها عصب الاقتصاد المصري، بيعمل فيها كتير من الشعب المصري، مع زياده الاسعار الموجوده والخطه الاستصلاح الاقتصادي اللي موجود في مصر، فمحتاج الشركات دي دعم، وبالتالي احنا بنقوم بدعمها عن طريق توفير شركات استشاريه. كان مهم جدا بالنسبه برضو للمستثمر الاجنبي انه لما يجي يدخل في الملف بتاع المشاركه المجتمعيه يحس انه كمان الدوله مهتميه وبتشوف وبتحط ايديها على اللي هو بيعمله، لان ده مهم جدا وبيدي رساله سواء للمجتمع اللي هو الضلع الرئيسي المجتمع، والدوله بتشتغل على الملف ده، فالمجتمع بيبتدي يحس انه كمان الدوله مهتميه بالملف دهوت، والمستثمر في نفس الوقت بيتاكد انه الفلوس اللي هو بيحطها في المشاركه دهيت بتبقى ايجابيه. وفي إطار اهتمام الدولة بجذب مزيد من الاستثمارات، صدق السيد رئيس الجمهورية على القانون الخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم بعدما أقره مجلس النواب، سعيا لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد. دعم القطاع الخاص بأن يكون له دوره في المسؤولية المجتمعية وتحسين معيشة المواطن المصري تعد من أهم الأهداف التي تقوم عليها وزارة الاستثمار في الفترة الحالية. أحمد عبد الستار، الحياة في مصر.